خير والامور طيبه. ففي بعض الناس سبحان الله، او شيء شف اللي قبل شوي قصيده دامنا رددها والله من حبي لها وحبي شاعرها مساعد الرشيدي الله يرحمه، لكن اليوم والله نسيتها ونسيت عليتي على قولتكم. لكن في هذه بيتين كتابتها والله، ما هو انا اللي كتبها طبعا، انا احصلها والله اني ما اعرف شعرها بالضبط، لكن هذه ترثي على بعض الناس اللي يجيك بالحيله، اللي يجيك بالحيله يوراه انه هو الذكي وهو اللي حاله حاله ولا يدري وش اللي عندك وش اللي ما عندك. يقول يا طول العمر، يقول ماني من اللي يرمي العيب بالعيب ولا من اطباعي ارد الشتيمه، دامك معي ثعلب انا معك ذيب، والله يجازي من بدا بالظليمه. يعني ترنه وبعدين يعرف الثعلب كثير. ففي بعضهم سبحان الله، انا والله اتكلم جد، في بعضهم يجيك مكر الثعلب ما له حيله الا بالمكر، صار له لا. لكن نعم. الذيب الثنتين المكر والرن الثنتين، يعني ان بغاته من قوه وان بغاته وش منه من ذكر الذيب. هذه بيض الله وجهك طول العمر احمد، الله يسعدك. في بعض الناس احنا نوجه لهم الرساله هذه طول العمر، اللي يتحايل على الناس وعلى يمكن الناس تتحايل عليهم، يمكن ذيب ويمكن لو مسك رنك بذكائه ورنك بيده. صادق. فالامور طيبه ومثل ان شاء الله. وبعضهم ترى بعضهم يمشي، يقولون الناس ترى يمشي مشاها عليك، والله ما مشاها عليك. ما مشي، لكن انت تريح. الا يبي تعد من الغثاء ومن تريح، من وجع الراس.